مباراة كبيرة تسبقها تحضيرات، استعدادات، أجواء هنا قبل انطلاقة هذا اللقاء. راح نكون معكم بعد قليل من ملعب مدينة الملك عبد الله هنا في الجوهرة، فلا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء من ملعب الجوهرة مدينة الملك عبد الله الرياضية. كالعادة سأكون معكم محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق، وموعدنا اليوم مع مباراة من مباريات بطولة الدوري، حيث سيكون فريق الأهلي السعودي في مواجهة الشباب السعودي. كل شيء رائع الحقيقة، نتمنى لكم تجربة ممتعة مع هذه المباراة والاستمتاع بكل دقيقة فيها. والآن مع التشكيلة الأساسية للنادي الأهلي في لقاء اليوم. واضح الاعتماد اليوم على خطة 4-5-1 التقليدية، واضح أننا نريد السيطرة على وسط الملعب. واضح الآن التشكيلة اللي يلعب فيها الشباب مباراة اليوم. الفريق راح يستخدم هذه الطريقة، هذه الخطة 4-5-1 الهجومية. هنا مدينة الملك عبد الله الرياضية حيث تقام مباراة اليوم، الملعب الذي يقع بمدينة جدة السعودية واللي تأسس في عام 2014 واللي تم افتتاحها بنهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بين الأهلي والشباب حينها، والتي توج الشباب بلقبها. ملعب صمم على أعلى الطراز وآخر صيحات التكنولوجيا في الملاعب، يتسع ل 62 ألف متفرج. الآن يخسر الكرة بعد هذا التدخل. ينجح في المرور في اللقطة الماضية. عرضية بدون تركيز، الكرة إلى ركلة مرمى. تحرك اللاعبين في الخط الأمامي، محاولة تنتهي، الدفاع استخلص الكرة. الضغط العالي في كل مكان في الملعب هي الطريقة التي يلعبها. مهارة رائعة في التسديد على الطاير، لكن الكرة بتروح لخارج الملعب في النهاية. إيفر بانيكا الحربي يتقدم بشكل سريع باتجاه المرمى. كانت فرصة للتسجيل لكن في النهاية ركلة مرمى. يتوغل في العمق. عمر السومة، يا رب مستحيل الكرة، هدف على الطاير بكرة عالمية، هدف أسطوري. نشوف الهدف مرة أخرى، هنا الأخطاء ممنوعة، لا يمكن ارتكاب الأخطاء هنا، كان بالإمكان التصدي بشكل أفضل وتفادي هذا الهدف. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. تدخل ذكي واحتراف الكرة.
بدون خطأ يحصل على الكرة في منطقته. توقع جيد في قطع الكرة. سيبا، كرة عند بانيكا، تسديدة لا تمر. حلو التدخل والكرة إلى ركنية. تنفذ الضربة الركنية باتجاه وسط ال 18. رائعة العرضية إلى الخلف. بانيكا، البحث مستمر عن التعادل ولكن بهدوء وبدون استعجال. أوهو، ضاعت فرصة التعادل في هذه اللقطة. أصحاب الأرض يعانون من مسألة الاستحواذ في مباراة اليوم. يعتمد الفريق على أسلوب آخر في هذا اللقاء، وحتى الآن ناجح جدا في التقدم في النتيجة. المهم في كرة القدم تحقيق الانتصار. الطريقة اللي في الملعب تعود المدرب، الاستحواذ على الكرة لا يعتبر انتصار بالتأكيد. تمريرة خطيرة للأهلي، تسديدة خطيرة، تصدي جميل من فواز الكرني. كرة كانت خطيرة أبعدها في الوقت المناسب. خطأ في مكان خطير. تمر بجوار المرمى، ممكن من النظرة الأولى تقول هذه هدف، تشعر بأن الشباك تتحرك. يا الله على اللقطة، القحطاني أوديون إيجالو، بنيك يرسل الكرة بيني. يا الله على اللقطة، حكم يشير إلى ركلة ركنية بعد اصطدام الكرة بالمدافع. ضربة ركنية تلعب بشكل قصير في اللقطة الماضية. كرة بيتغير اتجاهها إلى خارج الملعب، رمي التماس. كرة خطيرة من على الأطراف. إيفر بانيكا، عرضية ممتازة للخلف. ما زال يفكر، ما زال يبحث عن حل. أوهو، على هذا التصدي أي حارس مرمى، أي إمتاع، أي تفوق، أي ردة فعل، أي كرة من مسافة قريبة. حارس مرمى كبير بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. الشوط الأول ينتهي 1-0. تعليقا على أداء الشوط الأول بالنسبة لعمر السومة، ظهر بأداء مميز، تمكن من هز الشباك في مناسبة وكان قريب من زيادة غلته التهديفية في أكثر من فرصة. شكل خطر كبير على مرمى المنافس بلا شك. الأهلي أنهى الشوط الأول متقدم في النتيجة، والآن عليه المحافظة على ذلك في الشوط الثاني. ضغط كبير الآن يمارس على السومة. أوديون إيجالو يتقدم إلى الأمام، لكن تنتهي خطورة الهجمة. خلاص، قطع للكرة في الوقت المناسب. عمر السومة بيلعب لبينية جميلة، إمكانية للتسديد. هدف في الأمان، هدف في الراحة، هدف في الثقة، فارق الهدفين في المباراة. بالتأكيد المباراة لم تنتهي، حذر مطلوب، عدم التراخي أيضا لأن الوقت ما زال كافي للعودة. نشوف الإعادة من جديد. يا سلام على التمريرة البينية والنهاية اللي كان سهل جدا بالتأكيد لأنه قريب من المرمى ومتمركز بشكل سليم. إذن عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. هجوم لمصلحة نادي الشباب،
فرصة لإرسال كرة عرضية. إيكانو، الله على محمد العويس في هذا التصدي. تصدي سليم من حارس المرمى في اللقطة الماضية، الكرة كانت صعبة لكن الله على التصدي والدفاع عن مرمى. حلول تبدو قليلة أمام هذا المدرب، لكن الآن تبديل تكتيكي ويأمل تغيير مجريات هذه المباراة فيما تبقى من وقت. كرة طويلة في العمق، تصدي جميل من فواز القرني. بيرفعها في وسط المنطقة، هجمة ضاعت بدون أي خطورة. تدخل بشكل سليم، خلص الكرة، يستعيد الآن. ممكن نقل الكرة والبحث عن هجمة مرتدة. بيعدي فيها، بمر بيعدي. أوهو، يا سلام على حارس المرمى، حافظ على تركيزه، على ثباته، على شباكه، على مرماه. أبعد كرة من مسافة قريبة، ضربة رأسية غير متقنة، بعيدة جدا عن المرمى. توقع جيد في قطع الكرة. هنا في مكان خطير. إيفر بانيكا، فرصة ما زالت قائمة بعد تصدي حارس المرمى. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب بانيكا. رقابة ضعيفة في الكرة الماضية والكرة ما زالت مع المهاجم. تصدي من محمد العويس، ضغط ناجح في الأمام. عند الفرصة في هذه اللحظات، فرصة لتقليص الفارق بكرة خطيرة. هدف تقليص الفارق، الفريق يقترب من العودة. هدف واحد كل ما يحتاجه في قادم الأوقات. نشوف الإعادة مشاهدينا ونشاهد كيف تعامل الفريق بانضباط كبير في هذه اللقطة. ضغط كبير من اللاعبين واستعادة للكرة ثم الاستفادة القصوى من هذا الضغط وتحويله إلى هدف. في محاولة لتعديل الأوضاع، المدرب راح يجري تغيير تكتيكي في هذا التوقيت. نواف العابد يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات. كرة عرضية هنا، رائع في قطع الكرة وفي إنهاء الخطورة. الآن بدأ العد العكسي، تتكلم عن 9 دقائق فقط على الصفرة. كرة ملعوبة للخلف لتجنب الضغط. توقع الكثير من الإثارة في الدقائق الخمس المتبقية لأن الفارق بين الفريقين هدف واحد. الكرة رمية تماس. تبديل في صفوف الشباب. ألفريد اندياي، نواف العابد، عرضية فيها خطورة. يا رب، هدف في منتهى الروعة، التعادل في اللحظات الأخيرة. هدف التعادل إذا مشاهدينا متابعينا في كل مكان، والنتيجة الآن هدفين لكل فريق. كرة منظمة للأهلي قد تأتي بالفوز في الدقائق الأخيرة. عمر السومة، يا رب، الكرة في المرمى، هدف من لاعب استثنائي في توقيت استثنائي قبل صفرة الحكم بثواني. تابع الهدف من بدايته من المرور من المدافع لتصل خطرة بعد ذلك إلى عمر السومة واللي لعبها صح من مسافة قريبة ووضع الكرة في الشباك.
نعود من جديد ونادي الشباب صافرة نهاية المباراة مشاهدينا، والأهلي يحصل على النقاط الثلاث. الأمور استمرت متقاربة بين الفريقين حتى النهاية، لكن الفريق انتزع الانتصار. المهم في النهاية هو الثلاث نقاط وفارق الأهداف لا يهم بالتأكيد. ما قدم في مباراة اليوم أداء كان استثنائي حقيقة، دار بشكل جيد، كان واضح أيضا عزمة من البداية على صناعة الفارق، نجح في تسجيل هدفين وساهم أيضا في فوز الفريق.